يقول آباء الكنيسة في العراق إن رسائل بابا الفاتيكان تتوافق مع ما خرجت لأجله تشرين. الحراك نادى بحياة كريمة عبر خدمات وبنى تحتية، وأن يكون الحاكم في خدمة المواطن والوطن، وهو ما دعا إليه البابا فرانسيس أيضا، وأكده بتقبيل علم ملطخ بدماء أحد شهداء الحراك. يكون البابا قد يعني نفس الخط اللي مشوا به الشبابنا في في أكتوبر 2019 لما نادوا وأرادوا الحياة. الزيارة التاريخية حققت نجاحها وتضمنت جملة من الرسائل. سياسياً كان تطمين مسيحيي العراق العنوان الأبرز للزيارة. المكون الأساسي خسر أكثر من 80% من وجوده منذ 2003. على الصعيد الاجتماعي كانت الدلالات واضحة بالمعاني الروحية والتعايش بين المكونات، فضلاً عن الانفتاح على المسلمين. الحديث هنا عن اختيار البابا لمدينة أور التاريخية في إقامة صلاة موحدة، موزائيك بالتنوع الفكري والمذهبي والديني، وهو حلم راود غالبية المسيحيين. نينوى التي تعد مركز التنوع الثقافي في العراق كان للقداس فيها بعداً آخر. المدينة الضاربة في عمق التاريخ حولت الحرب كنائسها ومساجدها إلى ركام، وعلى أطلالها استقبلت البابا بحفاوة المشهد. الحبر الأعظم قالها: الحدباء والجامع النوري رمزان يقرباننا إلى الله. بعدها امتزجت هلاهد الموصليين في المدينة القديمة فرحا بالتوقيع البابوي الذي قال للعالم أن نينوى متمسكة بميثاق الأخوة. اللقاء التاريخي بين مبعوث الكرسي الرسولي والأب الروحي للمسلمين الشيعة له أبعاد دينية. المصلحة تبدو متبادلة. الفاتيكان يسعى لكسب ود المسلمين في العالم، وهو ما قد ينعكس إيجابا على تقوية التيار المعتدل في المنطقة مقابل المتشددين. أعظم رسائل البابا كانت دعوة المسيحيين إلى التشبث بأرضهم وأن يعززوا علاقتهم مع شركائهم في المجتمع، مختتما بالقول: إن كان الله إله الحياة وهو كذلك، فلا يجوز لنا أن نقتل إخوتنا باسمه.